من لندن ينضم إلي مراسل الغد محمد فينيش. محمد، ماذا بعد مطالبة يعني عمدة لندن صديق خان بفتح تحقيق بهذا الشأن، ما التفاصيل لديك؟ بعد اعتقال الشرطة البريطانية ليلة أمس لصاحب سوابق من البشرة السوداء وكان يحمل معه سكين، لكن طريقة الاعتقال اتهمت حركة حياة أصحاب البشرة السوداء أن طريقة الاعتقال كانت فيها جزء من التعسف. الشرطة البريطانية أكدت أنها أوقفت الضابط عمدة لندن صديق خان طالب بتحقيق سريع ومستقل كما وصفه. حركة حياة أصحاب البشرة السوداء مهمة، يتظاهرون الآن هنا، يحملون الأعلام الفلسطينية ويحملون كذلك شعارات أنه لا عدالة بدون سلام، لا للعنصرية، لا للخطاب اليمين المتطرف. وهنا تكرر العبارة المعروفة حياة أصحاب البشرة السوداء أو البشرة السمراء مهمة. يتوجهون الآن إلى محيط البرلمان حيث عادة يجتمعون هناك بالقرب من تمثال الزعيم الهندي المهاتما غاندي. واتجهت المسيرة من قلب لندن، بالضبط من قرب محطة البي بي سي في اتجاه البرلمان. التحقيقات لا تزال مستمرة بشأن هل الحادث فيه أعضاء أو أطراف من الشرطة آخرين أم أنه تصرف انفرادي. الشخص الذي تم اعتقاله الليلة البارحة كان يكرر مقولة جورج فلويد لا أستطيع التنفس. أوكي، كان يكرر، نعم هل تسمعني؟ كان يكرر عبارة لا أستطيع التنفس. هذه العبارة هي التي أججت غضب المتظاهرين هنا في لندن. المتظاهرون هم من جنسيات مختلفة وبأعلام مختلفة. العلم الفلسطيني حاضر هنا كذلك، نشاهده في أماكن عدة مثلا هنا، وكتب على هاته اليافطة عبارة I can't breathe, I'm sorry, I love you. لا أستطيع التنفس، آسف، أحبكم جميعاً كما يقول هنا في هذه العبارة. هنا يقررون أنهم يريدون التغيير نحو العدالة، وأنه لا عدالة بدون سلام، ويعتبرون أن أسباب هذه التصرفات تعود إلى اليمين المتطرف الذي أجج غضب العنصريين، ويطالبون من الحكومة تدخل عاجلا لحل مشكلة تأجيج خطاب العنصرية. الصديق خان كذلك يطلب بتحقيق سريع وعادل. أظن أن الطلب في استعمال كلمة السرعة هدفها الحد من تأجيج الغضب هنا في لندن. نتذكر أحداث عام 2007 عندما عاد رئيس الوزراء ذاك ديفيد كاميرون إلى لندن بسبب أحداث شغب بعد ما سميت بأحداث الرايت. وبالتالي اليوم يطالبون بأن تحافظ كما يسمون بريطانيا على ارتهاء الديمقراطي والعدالة للجميع والمساواة للجميع. محمد فينيش مراسل الغد من لندن، شكرا جزيلا لك.